أهلا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. الجيش اليمني يعلن شمال وشرق تعز مناطق عسكرية. غرق عبارة على متنها 80 شخصا في المحيط الهادئ. ترامب يحذر من خطر صواريخ كوريا الشمالية النووية. زلزال بقوة 6 درجات و20 درجة يهز أفغانستان. أسعار النفط تتراجع لليوم الثالث على التوالي متأثرة بزيادة المخزونات. الذهب يصعد مع تراجع الدولار قبيل قرار المركزي الأمريكي. ودراسة جديدة تؤكد أن ارتفاع السكر يؤثر سلباً على عمل الدماغ. دراسة تظهر تحسن معدلات التعافي من مرض السرطان، لكن الفجوات بين الدول مستمرة. والعالم يشهد اليوم ظاهرة القمر الأزرق الدموي العملاق النادرة.